سلام الله عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عبد اللطيف سعيد، واهلا بكم فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون يعني حاجه مختلفه. الفيديو ده انا جاي اقول لك فيه ان انت ازاي تقدر تشتغل على موقع ميدجورني، وتقدر ان انت ازاي يعني تطلع منه فلوس. فده فيديو النهارده، وطبعا انا هديك مجموعه من الافكار. يعني انا الافكار دي ما جربتهاش، بس في غيري جربها ونفعت معاه. انا شخصيا ما جربتهاش وماشي فيها دلوقتي، بس انا حبيت يعني بدل ما انا ايه اجرب واخد وقت وبتاع، لا انا هقول لك عليها دلوقتي وتجرب معايا وتشوف. بس في غيري طبقها وبالفعل ربح منها ما شاء الله مبالغ محترمه جدا جدا. وطبعا الفكره اللي انا هقول لك عليها دي هو باستخدام موقع ميدجورني. موقع ميدجورني هو الموقع اللي انت بتقدر من خلاله تصمم صور عن طريق الذكاء الاصطناعي. كنت بقى صور بتاعتك انت بتعدل على صورك وبتصمم تصميمات، او انت مثلا بتصمم صور من الصفر افكارك انت او خيالك انت. فده النهارده باذن الله هاجي اتكلم عنه. مبدئيا وقبل ما اخش في الموضوع، انا عارف ان طولت شويه، قول لي رايك في زاويه التصوير دي، حلوه ولا لا؟ لو حلوه قول لي تحت في التعليقات، لو وحشه برده قول لي تحت في التعليقات، لاني حابب بعرف لاني لو كده هثبت عليها عشان هتكون احسن ان انا اسجل معاكم. طيب كلكم عارفين ان ده موقع ميدجورني، طبعا كلنا عارفين ان ده موقع ميدجورني اللي انا استخدمته كتير جدا في الشرح، واللي استخدمته كتير جدا في صنع صور مصغره وغيره. طبعا زي ما انت عارف ان في ناس بتصمم صور عليه عن طريق الذكاء الاصطناعي، ان انت مثلا بتخش وبتحط افكارك والموقع باختصار شديد بياخد افكارك دي ويحولها لصوره. شرحته كتير جدا، هتلاقي عندك كل الشروحات دي موجوده عندك على القناه. تعرف بقى ان انت تقدر تاخد الصور دي تبيعها او تستخدمها في طرق ان انت تجيب منها فلوس؟ هقول لك انا. في الليستة اللي موجودة اسفل الـ الفيديو ده في الديسكريبشن او في الوصف الخاص بالفيديو، هسيب لك انا المواقع دي. المواقع دي باختصار شديد عبارة عن مواقع ميرش. الميرش طبعا معروف ان انت كل اللي بتعمله ان انت بتحط التصميمات بتاعتك عليه، وبعد كده هو اوتوماتيك بيحط مثلا التصميمات دي على تيشرتات، على كوبايات، على بتاع. بالتالي لو في حد عجبه التصميم بيشتري المنتج ده. حرفيا الميرش يعتبر من اكبر الحاجات المعروفة والمشهورة عالميا، وبشكل خاص امازون ميرش اللي يعتبر اكتر الحاجات اللي الناس يعني بتشتري منها تيشرتات وحاجات كتير. في بقى مواقع انا عارف ان امازون ميرش صعب بشكل كبير جدا ان اي حد يفتح عليه حساب. طيب انا بقى في الفيديو ده جاي اديك بعض المواقع السهله جدا عن طريق ان انت مجرد ضغطه زر تفتح عليه حساب. انا طبعا مش هشرح المواقع دي واحد واحد، ان مواقع كتير جدا زي ما انت شايف. انا عامل لك لسته، تمام؟ انت خش وسجل فيها، وانت هتقدر من خلاله ان انت تعرف ازاي تقدر تنشر صوره عليه، او ان انت ازاي تقدر تعمل. طيب خلينا ناخد موقع مبدئي كده، يعني انا مثلا اخد اول موقع معاكم. خليني ان انا اروح عندي على لا مش ده، سوري معلش، اروح عندي على اللي هو الحساب الاساسي واحط عندي اول موقع. ده موقع يعتبر موقع ميرش. الموقع ده انا بقدر حتى هنا بيقول لك ان انت مثلا تقدر ان انت تحصل على خصم 20%، وهنا طبعا تقدر تحط صور بتاعتك على تيشرتات، على مخدات، على كوبايات، على شرابات وغيره، حاجه كتير جدا. طيب ازاي تقدر تفتح حساب عليه؟ تيجي هنا عندك على ساين اب او سيل اون زالزي اسمه صعب شويه. ده موقع ميرش، يعني موقع انت بتقدر تحط عليه تصميم وتبيع. طيب ده اول موقع، هتقول له مثلا انا بالفعل حابب ان انا ابيع على سيلزي. هتدي له هنا مثلا تقول له انا حابب اسجل دخول، هو هيدخل لك بشكل اوتوماتيك عن طريق جوجل، لان انا بالفعل كنت مسجل مسبقا عليه. جميل، فهو هيدخل بشكل اوتوماتيك دلوقتي زي ما انت شايف. هنا طبعا هتلاقي عندك اللي هو الماي اكونت، هنا تقريبا في الحاجات اللي انا عملتها قبل كده. ده تصميم انا عملته قبل كده، تمام؟ مفيش حد اشتراه للاسف يعني لسه، بس ده تصميم انا عملته قبل كده بالذكاء الاصطناعي، وكمان ذكاء اصطناعي مجاني بعيد عن ميدجورني. وباذن الله في مواقع كتيره جدا للذكاء الاصطناعي هتكلم عنها قدام لسه. وده موقع اخر برضو، او ده صوره اخرى انا عملتها عن طريق الذكاء الاصطناعي. فالاثنين دول انا عملتهم عن طريق الذكاء الاصطناعي، مفيش حد اشترى لسه، بس ان شاء الله يعني انا لسه بحاول ان انا اشتغل عليه. زي ما انت شايف حطيت ده بسعر $23 وده بسعر $16. طبعا الموقع بياخد نسبته، لان الموقع طبعا هو بيديك تيشرت وبيطبعه لك وبيبعته كمان للشخص، فبالتالي الموقع هو بيكون يعني ليه النسبه الاكبر، وانت ليك نسبه فقط كمصمم، فاهمني؟ يعني الموقع هو اللي يعني اللي بيديك تيشرت، وكمان بيصممه او بيطبعه، وكمان بيشحنه، وكمان هو الخدمه الاساسيه لاستضافه الليله دي كلها. فبالتالي هو ليه نصيب الاسد، لان هو اللي بيعمل الليله دي كلها. كل اللي انت عليك ان انت بتحط التصميم وتبيع. اذا كان بقى تصميم على ايه؟ على تيشرتات، على كوبايات، على مخدات والى اخره. طيب ده اول موقع. طبعا انا كل ده بديك افكار انا، عشان يعني طبعا انتوا عارفين ان انا امين معاكم. انا ما جربتش ولا موقع او ما ربحتش ولا شيء من المواقع دي، لان انا لسه بجرب معاكم. انا لسه بجرب، انا بس شفت ناس بالفعل ربحت منها فلوس، فانا جاي يديك الافكار، فانت طبقها وباذن الله لو يعني لو نجحت معاك، واكيد لو نجحت معايا هطلع اتكلم، ولو نجحت معاك انا كمان يعني اتمنى انت تقول لي وتطلع عبد اللطيف بالفعل انا نجحت معايا واديني نسبتي بقى من الارباح، تمام؟ اتمنى يعني ما تخنصرش مني، تمام؟ اديني نسبتي من الارباح. طيب ادي موقع تاني يا سيدي، موقع تاني برضه يعتبر موقع ميرش. باختصار شديد انا باخد التصميمات بتاعتي ان انا بصممها واحطها عندي على الموقع ده، موقع اخر نفس الفكره اهو، سيل يور ارت،
تمام، او بيع تصميماتك. وطبعا هنا ستارت سيلينج، وبعد كده انت بقى بتخش ان انت ايه تبيع. طبعا انت بتملى بقى بياناتك وحاجات، ده موقع تاني فاهمني، انت بتبيع يعني التصميمات بتاعتك عليه. موقع تالت برضو نفس الفكره، تمام. المواقع دي كلها مواقع ميرش، يعني في منها جزء اللي هو مواقع ميرش، وفي جزء للبيع التصميم نفسه، وهوريك انا دلوقتي. يعني ده برضو نفس الشيء، ده موقع ميرش. انا يعني الموقع ده انا عن نفسي بستخدمه حتى عندي على القناه. لو انت جيت هنا عندك على قناه كريزي نت على اليوتيوب هتلاقي تحت فيتشرتات وطقيات وبتاع، انا بستخدم الموقع ده نفسه اصلا في ان انا بعمل الشغل ده، تمام. وما شاء الله في واحد اشترى مني تيشرت، يعني اشكره جدا. طبعا ده من زمن تقريبا، من كام سنه، بس عموما يعني في واحد اشترى، شكرا جدا عليكم يعني، تمام. طيب زي ما شايف ده برضو موقع اخر اقدر ان انا ابيع تصميماتي عليه، او بمعنى اصح ان انا اطبع تصميمات على تيشرتات وحاجات كتير. برضه هنا نفس الشيء، ستارت سيلينج، وبعد كده تسجل بياناتك عليه، ان انت يعني انت تفتح حساب. لو حسيت الموضوع صعب شويه باللغه الانجليزيه، لان احنا طبعا مش لغتنا اصلا، يعني اللغه الانجليزيه مش لغتنا اساسا، تمام. هتيجي هنا عندك على ترجمه العربيه وتلاقي كل حاجه قدامك باللغه العربيه. هتقول له مثلا بيع في السوق، او افتح متجر للانشار الخاص بيه، وتعمل اللي انت عايزه، تمام. الموقع، وحتى كمان في فيديوهات ليه للشرح على اليوتيوب، يعني انت مش هتنتظر ان انا اتكلم عنهم. بس لو حابب ان انا اتكلم عن حاجه او موقع قول لي، وانا خصصت لكل فيديو موقع اتكلم عنه، يعني برضو هديك النقطه دي. لو انت حابب ان انا اتكلم عن موقع قول لي تحت في التعليقات عبد اللطيف، يعني خدهم بترتيب واتكلم عن موقع ازاي اقدر افتح عليه حساب وازاي اقدر ان انا اشتغل عليه وخلافه. طيب نفس الشيء، الموقع ده موقع برضو ميرش، انت يعني بتقدر ان انت تبيع يعني برضو حاجاتك عليه. نفس الشيء اللي هو مثلا انت بتطبع هدومك او بتطبع الحاجات بتاعتك على، وكل دي مواقع ميرش يعتبر. وده اخر موقع انا اعرفه شخصيا، ده برضو موقع ميرش، تمام. ان انت بتطبع هدومك وحاجاتك على، او مثلا التصميمات بتاعتك على الهدوم والحاجات دي كلها وبتبيعها. ده المواقع اللي انا اعرفها شخصيا. نيجي بقى دلوقتي للحاجة التانية، وهو ان انت تبيع التصميمات. يعني طبعا احنا دلوقتي، او يعني انا، او انا دلوقتي اتكلمت عن ان انت ازاي تقدر يعني تحط تصميماتك على تيشرتات وتبيعها، او مثلا على كوبات او بتاع، ده اسمه ميرش. دلوقتي بقى انت التصميم عملته ومش عايز بقى وجع الدماغ ده، اللي انت مثلا حابب ان انت تحط مثلا تصميمات على تيشيرت وبتاع، لا انت حابب تبيع التصميم لوحده على طول. هنا ده، دي بقى ان انت بتبيع التصميم بتاعك. دي مثلا نوع من انواع اللي انت مثلا بتبيع تصميم، والموقع نفسه يعني بيتكفل ان هو ياخد التصميم ويحولها لشيء مختلف تماما كاعمال يدويه. ادي اول موقع، جميل. طيب نيجي للحاجه الثانيه، الموقع ده زي ما انت شايف ده موقع برضو ان انت بتخلو تقدر ان انت تبيع التصميم بتاعك، بتبيع بشكل مباشر، تمام. بس يعني ده برضو ان انت بتقدر تبيع تصميمك بشكل مباشر عليه، نفس الفكره برضو اهو. ثانيه واحده ناخد ده كمان، ده موقع اخر بتقدر ان انت تبيع تصميماتك عليه، تمام، نفس الفكره، تمام. بتقدر مثلا تبيع تصميماتك والحاجات بتاعتك عليه، وده هيفيدك اكتر لو انت مصمم، تمام. يعني ده هيفيدك اكتر لو انت مصمم، بعيدا خالص عن حوار الذكاء الاصطناعي ده. لو انت مصمم الموقع ده هيفيدك جدا. في ناس اعرفهم شغالين عليه ما شاء الله بيكسبوا مبالغ حلوه. يعني انا كون ان انا بشرح ان انت ازاي تبقى مصمم، بس انا نفسي مش مصمم، تمام. يعني انا ما عنديش النقطه الابداعيه. وده موقع اخر برضو، تمام، نفس الفكره، بتبيع تصميماتك عليه، ستارت سيلينج، وبعد كده بتبيع بقى ايه تصميماتك عليه. كل دي تمام، get from 0 to 1 دولار، تمام. وطبعا هو انت بقى بتعلى يعني ستارت سيلينج، وانت بتبتدي بقى ان انت تبيع ايه حاجاتك. يعني هنا مثلا فالموضوع بسيط جدا، يعني انت بتبيع حتى عندك الايه اللي هو التصميمات بتاعتك، وكمان ممكن ان انت تقدر تشتغل ميرش عليه. فباختصار شديد في افكار ان انت تقدر تربح من الذكاء الاصطناعي حقيقي، يعني من موقع ميدجورني او غيره. في مواقع انت تقدر تشغل عليها ميرش، ان انت تقدر تطبع التصميمات بتاعتك على تيشرت وغيره، وفي مواقع اخرى تقدر ان انت حرفيا مش محتاج ان انت تطبع تيشرت ولا اي حاجه، انت ممكن تبيع التصميمات على طول. وفي مواقع اخرى ان انت بتقدر ان انت تاخد التصميمات دي، او في طريقه اخرى ان انت بتاخد التصميمات دي وتطبعها وتحطها في فريم او اطار وتبيعها لو انت عندك متجر. طبعا انت ممكن تاخد، يعني انت بتاخد الصور دي بتطبعها بجوده عاليه، كجودة عالية، وبعد كده بتحطها كمثلا صورة في حيطة او بتاع، لو مثلا عندك في الأوضة او كده حقيقة، او ممكن تبيعها، او ممكن تحط يعني تحطها في مثلا. في افكار كتيرة جدا للربح عن طريق الذكاء الاصطناعي بيستخدم موقع ميدجورني. انا اديتك بس افكار، بس ان شاء الله في المستقبل لو انا ربحت حاجة هقول لك، وهقول لك ان انت ازاي تقدر ان انت حقيقي يعني ايه النسبة ان انت هتربح، لان انا شفت الناس ربحت منه ما شاء الله مبالغ مهولة يعني، تمام. انا مش عايز اقول يعني في ناس وصلت ما شاء الله ل 12000 دولار حقيقي والله، فعشان كده ده اللي حمسني ان انا اخش في الموضوع واقول لكم عليه كمان. وبس خلاص، ده كان الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى ان انت تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس، واشوفكم على خير بقى باذن الله الفيديو الجاي، ومع السلامه.